لكن في انا على ذكر قطر بزعل قوي لما عارفه ايه، على عيني وراسي قطر. لما الاقي مصر، انا لما بلاقي مصر زعلانه من اللي بيحصل ده في من قطر، بزعل من مصر وليس من قطر. ليه أكثر يا استاذ؟ لانه مصر يوم ما تبقى مصر، قطر مع تقدير الشديد لناس كتير قوي فيها، تبقى هي خطر على مصر. حد يقول ان خطر؟ يوم من الايام اللميس في سنه 56 الناس يستغلوا ضعفك، وليس ومش ده مش قوه قطر اللي موجود النهارده. سنه 56 كنت بقول لك كان في حوالين مصر 9 اذاعات كبرى موجهه، كان في الاله الاعلاميه النفسيه لدول كبرى بتهاجم البلد، بتهاجم مصر. ومع ذلك مصر اللي كانت في وقتها بتعمل قناة، بتأمن قناة السويس وتقاتل والواثقة في نفسها، لم تتأثر بكل هذا الكلام. خلاص الآن قطر وراها أمريكا، وراها إسرائيل، وأموال طائلة تضخ بكل الأشكال. وراها أموال طائلة، صحيح بلا جدال، وراها أموال طائلة، وراها أمريكا، وراها إسرائيل، وهناك قاعة العديد، وهناك مليون ألف حاجة. لكن إذا حبيت تتكلمي جد، أنا أعتبر أنه مصر تهان لو كان خطر قطر بتهددها.